تمر علينا 9 سنوات على الأزمة الطاحنة السورية التي هي جريمة في تاريخ الإنسانية. سوريا بالنسبة لي ليست مكان جغرافي، ليست مجرد شعب نتحدث عنه، ليست مجرد تاريخ. سوريا بالنسبة لي هي مركز أو منبع للحضارات والثقافات والقيم التي صنعت التاريخ. سوريا بالنسبة لي هي أحد ركائز الدنيا التي جعلت الإنسانية تستقر وتستمر في سلام ورخاء في التاريخ والحاضر أيضا. سوريا بالنسبة لي جريمة أخلاقية ضد الإنسانية، كلنا شركاء فيها، بعضنا يخطط لها وبعضنا يساعد في تدمير شعبها وكيانها وتاريخها وثقافتها وقيمها، بعضنا يصمت وهو مجرم أو هي مجرمة، والبعض الآخر جاهل. أما كلنا شركاء في أن نجعل مثل هذه القضية تستمر 9 سنوات، ولا ندري إلى متى ستستمر قضية دموية إجرامية في حق الشعب السوري و9 سنوات الماضية. فواجب علينا الآن أن نكفر عن ذنوبنا ونسعى إلى وضع حدود جذرية لإرجاع النازحين واللاجئين السوريين إلى أماكنهم مرة أخرى، وإعادة بناء هذا الوطن الذي بدونه وبدون استقراره لن تستقر الإنسانية ولن يكون عطاء الإنسانية مستدام كما كان في وجود سوريا. سوريا الثقافة، سوريا الحضارة، سوريا القيم، سوريا الأخلاق، سوريا التاريخ، سوريا النهضة. فلذلك هيا بنا جميعا نسعى، وليتنازل كل منا عن مكاسبه أو مكاسبها الشخصية من أجل بناء السلام. هيا بنا من أجل بناء السلام في سوريا، وسنبني السلام في سوريا، وسنبني السلام في سوريا، وسنبني السلام في سوريا، ولن نتنازل عن بناء السلام، ونحن بدأنا في مسيرة بناء السلام بفضل من الله ومنا.